يعني طبعا. انا بالعراب ايوه بمسلسل عراب خانقه وعامل لها بدن مرتب، وبهذا المسلسل استفتاحيا مباركه كانت الكف. بس ما في يعني، هو من شروط التعاقد وقتنا نعمل اي خليك مسلسل تعرفني شو نوع القتل. وحده وحده خلينا نقطع الحلقه على خير لانه بلشت ابكي. لا بس يعني لحظه، انت تحط في شرط العقد انه انت لازم تضربها في المشهد؟ والله ابدا، انا رجل قلبي جدا، يعني بكون يعني بكون مسعود جدا والله لما بعمل هيك. لا لحظه لحظه معلش، تعطيني فرصه لانه لازم انا مع صف النساء، معلش لازم اعطيها فرصه. انت كيف العمل مع باسم الحقيقه؟ هيك شفتي هيك؟ ايوه انا بستمتع جدا بالعمل مع باسم لانه انا بقضيها بالكواليس ضحك. شو ما بيقول بيضحكني، ما بعرف ليش هو هيك ككاركتر وكعفويته بتضحكني كثير. بس بتسائب انه بادوارنا بيكون في وعلى فكره انا وباسم ولا مره لعبنا ثنائيه عشق وغرام، دائما اخ ضرب بالعراب كان اخي الكبير، وبالصفيح ساخن كمان كان اخي الكبير. فانا هذا الشيء بحبه، بحب الشغل معه لانه عن جد بنشكل ثنائيه مش تقليديه او كلاسيكيه. حب وغرام وانتقام، يعني في حب اخوي، في عاطفي تاخذنا بالدراما لمحل معين غير الثنائيات عفوا اللي نحن متعودين عليهم، ولا يخلو الموضوع من الخبيط. فهذا بيعمل هيك شويه. طيب ايش اكثر المواقف اللي في الكواليس تضحكك منه؟ يعني ايش رح اقول لك، انا بصفيح ساخن كان التصوير فعلا كان صعب كثير، يعني الظرف كان كثير صعب وبرد شديد وقاسي. ايه فلما كنا بنصور بيت العيله طبعا في اوضه المكياج، فالاستاذ باسم لحتى ينطر مشاهده بروح انا بصور مشهد بيجي بلاقي كومه بزر. اوكي انتوا شو بتسموه للبزر؟ شو بتسموه؟ فصفص او حب؟ شو بتسموه؟ فصفص او حب؟ فصفص او حب يعني حسب. انا نحن كان كل يوم يطلع من الغرفه المكياج اللي بنستنى فيها دورنا للتصوير قديش، شيء نص طون يمكن، شيء نص طون، نص طون. كان دائما تسمعي البهادل لانه يعني او صوت الكل الست كله مثلا شيء سبعه لحتى ما ناكل البهدله لحالنا نعطيهم فنضيف الكل. هلا عليك. والمخرج عم يبهدل، فمره جيت قلت له خذلك، قال لي بوس ايدك خلص اعتقني كرمال الله خلص خربت لنا الدنيا. فهيك هيك كومي والله، عشان نتحمل يعني البرد والظرف الصعب والوقت. قاعده تخيل طول الوقت تك تك. ايه ايه وامراض بيقولوا سيلاس، تسمعي صوت من الاوضه تك تك. هو في عامل نفسي بهالقصة جد. إذا بتلاحظي لما الواحد يبلش فعلا يفصص بزر ما بقدر يوقف، يعني إذا بده يروح على شيء بيضل يعني عم يروح ولسه عم يتكمش بالحالة. وطبعا شفايفنا هيك كل واحد من الملح بطلنا نعرف نحكي وكل شوي يجيبوا لنا مي. يا جماعة أناني مي رايحة. طيب والله الجلسة معكم ما تمل بصراحة، بس احنا مضطرين نطلع فاصل بسيط إن شاء الله. غردونا على هاشتاج لآلي رمضان.